جينا لاخر يوم في رمضان، جايبه لكم حاجه جميله جدا جدا لو استمريتوا عليها بعد رمضان هتدعوا لي. نتكلم النهارده على شخصيه ربنا اتاه الحكمه والملك. هنتكلم النهارده عن داود عليه السلام في حلقه جديده من برنامجكم قلب سليم مع دكتور اسماء سعيد. قصصك عبرا ومواعظ، فأنت الحكيم العليم، في نهجك أسعى لأحافظ، وقد أتيتك قلبي سليم. في قصصك عبرا ومواعظ، فأنت الحكيم العليم، في نهجك أسعى لأحافظ، وقد أتيتك قلبي سليم. وبإبراهيم أنا سيرة، فقد أتيته أحلاما، وقد آمنته من نارك فصارت بردا وسلاما. وموسى آمنته من فرعون، ودوما كنت له في العون، فكيف ألا أطمئن الآيات دي، وهناخد منها ربنا أتائي. ولما هنشوف ربنا أداله إيه، يعني أقول إيه كنوز، ساعتها هنروح نشوف عمل إيه عشان نقدر إن إحنا كمان ناخد الكنوز دي. اسمعوا على الآيات بقلبكم، خلوا البصيرة تشتغل. ربنا أتاه الزبور كتاب. 2، سخر له الجبال تسبح معه، ربنا لين له الحديد الحكمة، ربنا فقهه فصل الخطاب، ربنا قال عنه شددنا له ملكه. أنا اللي أنا قلته ده كله، احنا ممكن الناس تقول إيه طب ماشي هو مين يعني، احنا مش عايزين الحاجات دي كلها. ما تاخدوش الكلمات حرفيا، بمعنى يلين له الحديد يعني بيجعله من الصعب سهل. حاجة حديد تلين في إيدك، حاجة كده جدي قاسي صعب مستحيل، تلين معاكي كده حكمة، تلاقي نفسك بتختاري الأشياء الصح، بتخش في مشروع بتنجحي فيه، أنت بتخش في مشروع بتلاقي نفسك بتكسب وما شاء الله. وصلت الفكرة؟ أي حاجة زي الجبل صمدت لها لينت ليك، كل حاجة ما ناخدهاش بالمعنى الحرفي، إحنا ناخدها بمنسكته مع اللي موجود دلوقتي. هو ربنا قال لنا في عبرة في ده، ربنا قال لنا في قصصهم عبرة، بس نقول للألباب للي بيشغلوا ده بس. طب ايه رب العبرة اللي ناخدها؟ انا اللي انا شفته من داود هم حاجتين بس، والتالتة تأكيد. ايه هم بقى؟ ايه اللي انت عملته عشان توصل لده كله؟ تلات حاجات انا بعتبرهم كنوز. ايه هي بقى؟ رقم 1، اعملوا آل داود شكرا. ايه ده؟ اتكلمت كتير عن الشكر، قلت لكم
شكر بالكتابة، وكل يوم نقعد نكتب بقى اللهم لك الحمد ولك الشكر. حلو قوي الشكر، جميل. النهاردة هنتكلم عن العمل بالشكر. يعني ايه بقى؟ انا النهاردة اهو ده تفعيل شكر ربنا ليا للي عمله معايا، ودي نصيحة مني لكل حد بيسمعني النهاردة، فعلوا الشكر في حياتكم بمعنى، وده ضد فكرة الحسد على فكرة. تفعيل الشكر جاية من أنا عندي مثلا فلوس كتير جدا، فأنا رحت عملت الشكر بالكتابة اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على نعمة الفلوس اللي عندي، ألف حمد وشكر ليك يا رب. لو الفلوس ما ظهرتش عليا اعرف ان انت كده مش بتفعل الشكر، واضمن ان الشكر ده هيقل منك. في ناس معاها فلوس حياتها سعيدة ومبسوطة ومنطلقة وكل حاجة، بس ما بتفعلش، ما بتظهرش ان الله يحب ان تظهر نعمته على عبده. يعمل ايه؟ يقعد في وسط الناس. انا بعرف حد نفس القصة، ما شاء الله الدنيا معاه زي الفل، منزل بوست من كاتب فيه انا عايز حد يشاركني في جاكيت، هو ممكن لو سمع الحلقة يعرف. طب ده معنى ايه انت كده؟ يعني انا ما اعتقدش ابدا ان انت مش معاك تمن جاكيت، يعني طب انت ليه بتعمل كده؟ انت كده بتقص النعمة بتاعت ربنا، بتمنعها انها تجيلك ببوست زي ده، كلمة عادية. او تقعد في وسط ناس هو بقى في حد مش عارف غني ايه الدنيا ما عارفش فيها ايه، مع ان انت عندك، انت متخيل انا بقول لك ايه؟ انا بتكلم الناس اللي عندها نعم. هقول لك على 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 فكره بسيطه بنشوفها كده مع اولادنا في المدارس. تبقى البنت مذاكره كويس جدا، تقعد قدام اصحابها انا مش مذاكره، مش لما حاجه خالص، انا متدمره. انت بتعملي كده؟ احنا بنعلم اولادنا كده للاسف، للاسف. تفعيل الشكر انك تظهري النعمه عليكي، اظهري نعمه ربنا عليكي، مش ايجو، مش عشان الناس تعرف ان انا عندي، لا خالص. انا لابسك بلبس وبتشيك وبلبس كذا وبعمل كذا وباكل وبشرب وجسمي رشيق ومش عارفه عندي ايه وجوزي الحمد لله كويس، نعمه حلوه عليكي زهر. ما تنفقيش وتكذبي وتقولي انا عندي وهو مش عندك، ولا ان انت تضحكي وتكذبي على الناس وتعكسي، عشان ده والله العظيم نتيجته وحشه جدا 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 عليكي. فناخد النهارده ايه؟ اعملوا آل داوود شكرا، عشان تاخدي ان كل حاجه حلوه. عارفين لما بني ادم بيعمل كده، لما بيفعل الشكر وبتظهر النعمة عليه، ومثلا يجي قدام الناس يقول لا الحمد لله رب العالمين، مستورة وبالزيادة الحمد لله، ده ربنا كريم قوي 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 بجد الحمد لله، بس دي فيها مشكلة؟ لا، شوش العبيط يخش لك، هتتحسد هتتحسد. حسد بإيه؟ اسمعوا الآية دي كده. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اسمعوا، أما بنعمة ربك فحدث، ده أمر، حدث بالنعمة. انت بان عليك ان انت مسلمة. ايه بقى الكنز تاني اللي عمله سيدنا داود اللي انا لما اتبعته فرق معايا جدا؟ اسمعوا الحديث ده. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له، الناس اللي بتصلي على النبي، ها، ايه هو احب الصيام؟ قال صيام داود. كان بيعمل ايه؟ ركزوا على الكنوز. كان يصوم يوما ويفطر يوما. اللي هيجرب ده شايلين له الحديد، اقسم بالله كنز. صيام يوما ويفطر يوما، جربوها، خاصه ان احنا خارجين من رمضان. انتوا لو تعرفوا الصيام بيعمل جنه، يعني جنة، جنة من كل حاجة وحشة. ليه؟ شوشو العبيط هو ما بيقدرش يعمل حاجة غير ان يديك فكرة، تك 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 تك، وهي مش هيتكل على الله. لما بيجي لشخص قوي، مش اقول لك صايم بقى، ده بيقضي على اقصى شهوة عنده هو الاكل، شهوة الاكل رهيبة.
وبيقضي على اكوا شاو عنده. ما فيش حاجه في الدنيا تقف قصاد طين ما يعرفش يدخل، لو دخله بيتدفن يعني بيتداس كده. فالصيام جنة من كل حاجه، جنة من امراض، وجنة من الم نفسي، وجنة من تفكير زايد، وبتلاقي نفسك عندك قوه. فهنعمل الحاجتين دول، انك تعمله بالشكر، رقم اتنين ايه؟ صيام يوما وافطار يوما، او على الاقل نخرج من رمضان بوعد كده لربنا انك تصومي على الاقل كل يوم اثنين وخميس و13 و14 و15، وبلاش شهوه الاكل تكون عاليه، وتابعوا برنامج الصحه عشان في حاجات حلوه جدا. اخر حاجه بقى اسمعوا الايه دي. وشددنا ملكه واتيناه الحكمه، واتيناه الحكمه وفصل الخطاب، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رسالة أخيرة، رسالة أخيرة هقولها في آخر رمضان. ألا تشركوا بالله شيئا، الله أكبر من أي ظرف وأي شيء وأي صعب وأي حاجة ممكن تقف قدام سعادتكم ونعمكم وروقانكم وغنائكم وثراكم. اسمعوا الأغنية دي. شكور في نص كتاب، لم يقنط من ذكر إلهي، بل كان مطيع الوهاب. أيوب نبي أواب، وشكور في نص كتاب، لم يقنط من ذكر إلهي، بل كان مطيع الوهاب. كان مثال الصبر إلينا، والذكر مع المرء ثواب، لصعب يبقى مع ذكر، فرج الله لكل. وشكون في نص كتاب، لم يقنط من ذكر إلهي، بل كان مطيع الوهاب. إن كان لك الهم حديدا، فبذكر الهادي قد ذاب. أيوب تعافى وأعيدت صحته لأيام شباب. أيوب نبي أواب، وشكون في نص كتاب، لم يقنط من ذكر إلهي، بل كان مطيع الوهاب. ربك نفع وحياة، اذكر يا عبد التواب، والقلب سليم بالتقوى، هذه ذكرى للألباب. أيوب نبي أواب، وشكون في نص كتاب، لم يقنط من ذكر إلهي، بل كان مطيع الوهاب. أيوب نبي أواب، وشكون في نص كتاب، لم يقنط من ذكر إلهي، بل كان مطيع الوهاب.